بلغاريا احدى الدول اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي 1989، وبلغاريا بلد زي مصر كده عندها حضارة عريقة. كان يوما ما زي ما كان في الامبراطورية المصرية كان في الامبراطورية البلغارية. وبلغاريا بلد يمكن لما انفصلت عن الاتحاد السوفيتي 89 ما كانت بتاخد خطوات نحو الديمقراطية، وفعلا تحولت من اقصى الاشتراكية الى الديمقراطية والى تشجيع القطاع الخاص والى النظام الرأسمالي اللي فيه برضو دعم للفئات الفقيرة. يعني ما فيش نظام رأسمالي صرف وما فيش نظام اشتراكي صرف في اي بلد في العالم. بالمناسبة عددهم حوالي 7.5-8 مليون، العاصمة صوفيا. النهاردة رقاء القمة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا. طبعا النظام هناك برضو نظام برلماني مش نظام يعني رئاسي زينا او رئاسي برلماني. وهناك في امكانيات رهيبة للاستثمار، وبرضو في نفس الوقت السياحة اللي جاية من بلغاريا هي بلغارية روسية، لانه بلغاريا فيها طبعا العائلات معظمها روسي. يعني خدوا بالكم كل الدول اتفككت من الاتحاد السوفيتي مرتبطين ببعض قوي قوي، فلما بيجي شركات سياحية بلغارية هي بتاخد من كل دول اللي انفكت عن الاتحاد السوفيتي، فهي محطة مهمة لتشجيع السياحة في مصر. النهاردة رئيس وزراء بلغاريا قال للرئيس عبد الفتاح السيسي احنا هنعتبر نفسنا محطة لتشجيع السياحة الروسية والأسيوية وشرق الأوروبية إلى مصر، وقال إحنا عندنا غرام خاص بمصر وبتاريخ مصر، وقال إن الثقافة ما بين مصر وبلغاريا بتمتد لمئات السنين، وقال إنه إحنا عندنا هوى مصري بنحب مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي في المقابل قال بالحرف إنه بلغاريا هي صوت مصر في الاتحاد الأوروبي، صوت مصر في الاتحاد الأوروبي. اتفقوا على انه تنشأ جامعة بلغارية في القاهرة او في مصر. اتفقوا على انه في لجنة مشتركة من الوزراء ما بين البلدين هتجتمع مرتين في السنة. اتفقوا على انشاء مصانع للتكنولوجيا في مصر، مصانع للسيارات. اتفقوا على ايضا تصنيع زراعي، وبلغاريا متقدمة جدا في التصنيع الزراعي ومن كبرى الدول اللي كانت بتزرع قمح وناجح جدا وعظيم جدا. مصر عندما تتوجه شرقا انا شخصيا مؤمن جدا جدا ان مستقبل مصر الحقيقي هو التوجه شرقا مش غربا. توجه غربا يعني اسرائيل، يعني امريكا، يعني انت بتنبطح للصهيو امريكية اللي عايزة تدمرك ومش عايزاك تقوم على قدميك ومش عايزاك تنهض. انما روح الصين، روح روسيا، روح دول الاتحاد السوفيتي المنفك، روح شرق اوروبا، حتى عمق اوروبا ووسط اوروبا، شمال اوروبا، شمال وسط، فيه تأثير أمريكي. وإحنا شفنا حتى رسامي الكاريكاتير كانوا أيام جورج بوش الابن كانوا ماسكين توني برير كلب وهو بيجره كده، يعني بيسخروا من تابعية بريطانيا لأمريكا وهو أعمى. فإحنا نتوجه شرقا هنبقى زي الفل.